لم يتأخر الانتشار اللبناني مرة عن دعم لبنان اقتصادياً كما إنمائياً أو حتى صحياً. من أشكال الدعم الصحي مبادرة موبايل كلينكس أو العيادات المتنقلة اللي بلشت عام 2006 بالتعاون بين جمعية أمريكان ليبانيز ميديكال أسوشيشن ألما وجمعية هيلث أو تريتش تو ذا ميدل إيست هوم اللي بيشمل عملها 14 بلد. الجين ضلوا مؤسس بقلبنا وما عم نقدر نتركه، ولقينا نحن هونيك وقت اللي تعلمنا وشفنا الحياة كيف هي، ولقينا الإنسان باللبنان عم يتعذب، ما قدرنا نقدر أي نهار ننام مرتاحين إلا ما نعمل الخدمة لنساعد الناس المحتاجة. نحن كل اللي عملناه لبينا النداء، وقت الإنسان بيلبي نداء الرب كل الخدمة اللي بيعملها بتكون كتير مباركة بمباركة الرب ومباركة الناس. شعرنا الناس بحاجة كتير. الحمل السنة شملت 9 بلدات بمختلف الأقضية اللبنانية، بعد بيت شليلة، عين سحلتة، الدمور، برمانة، بين عكار وزحلة، حطت العيادات بحمانة. إلى جانب بعض الأطباء اللبنانيين، 25 طبيب من كافة الولايات الأمريكية تركوا بلادهم وإجوا كرمال يعاينوا مئات المرضى. الحكم اللي عم نجيبهم عم يسمعوا عن الأشياء اللي عم يمر فيها لبنان، وكلهم فولونتيرز بيجوا لهون، ما حدا بيدفع لهم شيء، وكلهم عم يقدموا وقتهم وتعبهم. ونحن هونيك ثرو كمان الأنصلية بأريزونا ودور الأنصلية منجرب نقرب القلوب ونقرب المسافات. We realize that Lebanon's had a lot of difficult issues in the last couple of years, so we come here to serve for Jesus Christ and because we love the patients. Did you like Lebanon? Lebanon is a wonderful place. We live in California. Lebanon looks just like California. المعاينة الطبية بتبلش بتعبئة سجل المريض الصحي لتحويله عند الطبيب المناسب ليأخذ بعد الدواء مجانا استنادا للوصفة الطبية. واللافت بهالحملة هو بث روح الخدمة المجانية لدى طلاب الطب وإعطاء جزء منهم منح تعليمية بالولايات المتحدة. إذا 30 طالب جديد عم بيشاركوا بكل يوم من الحملة وعم بيكونوا صلة الوصل بين الأطباء لاسيما الأمريكيين منهم والمرضى. أنا هلأ خلصت ورايحة أتخصص برا، بس كتير مبسوطة أني هون عم يكون عندي فرصة أخدم مع أهل وطني، حتى لو أنا رايحة لبرا رايحة كرمال أرجع وكرمال أرجع أفيد أهل هيدا الوطن. بدي أتشكر القيمين على الموبايل كلينكس لعطيونا الفرصة as medical students من كافة كليات الطب لبنان أنه نخوض معهم هيدا التجربة الاستثنائية، أولا من ناحية الخبرة يلي عم نكتسبها من الأطباء القادمين من أمريكا، وثانيا من الناحية الإنسانية اللي عم تخلينا نلمس وجع شعبنا. الحمل مكفي نهار الأربعاء بالعقورة والخميس ببجة على أنه يتوسع نطاق السنة القادمة لتشمل 20 بلدة لتوصل مع الوقت للبنان كله.